أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان إلقاء السلام سنة مؤكدة فكيف نحمل الأحاديث التي توجب ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، وقوله: ليسلم الصغير على الكبير؟ نعم، هذا بالإجماع عند العلماء أن البداء بالسلام سنة وليست واجبة، والله جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وفيما أعلم أن هذا محل إجماع، أن البداء بالسلام سنة وأن رده واجب. نعم.